يقول الأخ: سمعت أحد الدعاة يقول إن الأخذ من اللحية فيما زاد عن القبضة ليس فعل ابن عمر رضي الله عنهما وحده، بل لم ينقل عن الصحابة أنهم خالفوه، مع أن العلماء اختلفوا في مقدار الإعفاء، فما هو القول الصحيح في هذه المسألة؟ أقول: ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة مما استرسل من اللحية في الحج في النسك، وثبت أيضا عن بعض الصحابة الأخذ بما زاد عن القبضة مما استرسل من اللحية. الآن بعض الناس يزعم أنه يريد يقتدي بالصحابة ويأتي ويقبض على ذقنه ثم يقص ما زاد، ليس هذا فعل الصحابة، وإنما فعل بعض الصحابة أنه يقبض ما استرسل من اللحية، ليس الذقن، ما استرسل من اللحية، فما زاد عن القبضة يقصه. ولكن الذي ثبت عن كثير من الصحابة أنهم كانوا يعفون لحاهم، وكان من وصف الصحابة أنه كان كث اللحية، كان الدخان يتخلل لحيته ويكون بين شعر لحيته، وهذا لا يكون إلا عند الترك، أما لو كان يأخذ فيما زاد عن القبضة فإن هذا لا يكون بهذه الصفات التي ذكرت كصفة عمر رضي الله عنه وصفة أبي بكر رضي الله عنه. ثم إن رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو معلمنا لم ينقل عنه أنه كان يأخذ من لحيته صلى الله عليه وسلم، بل قال لنا قولا كريما جامعا: أعفوا اللحى وأكرموا اللحى وأرخوا اللحى وأرجوا اللحى، أي أخروها، وذلك لا يكون إلا بالترك المطلق. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب إعفاء اللحية ما لم تخرج عن الحد المعتاد، فإن خرجت عن الحد المعتاد بأن طالت طولا شديدا فإن صاحبها بالخيار، إن شاء تركها وهذا أحسن، وإن شاء أخذ منها ما يزيل الطول الزائدة، وهذا هو مذهب المالكية، أن ما زاد بحيث أصبح فيه شيء من التشويه يؤخذ، وهذا قول حسن، لكن لو تركها فهو أحسن. ولنعلم يا إخوة أن بعض الناس لا يقصد الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما يقصد هواه وشهوته، وهو أن يأخذ من لحيته ولكنه يلصق أمره بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي دلت عليه النصوص وظاهر فعل كبار الصحابة رضوان الله عليهم عدم الأخذ من اللحية.